انطلقت فعاليات النسخة الأولى من بينالي دبي للخط في دبي. حصل البينالي الذي استمر لشهر على دعم ومشاركة أكثر من 2000 فنان محلي ودولي. سيعقد أكثر من 150 ندوة و25 محاضرة و19 معرضاً. بصفته حدثا مهما في البينالي، افتتحت النسخة 11 من معرض دبي الدولي للخط العربي في متحف الاتحاد، حيث تم عرض أكثر من 70 عملا لأكثر من 50 خطاطا وفنانا من 17 دولة. ويهدف بينالي دبي للخط إلى تسليط الضوء على الدور المهم للخط في عكس الثقافات المتنوعة وتعزيز التبادل الثقافي واكتشاف وتدريب المواهب الناشئة في مجال الخط العربي، وفقا لهيئة دبي للثقافة والفنون. بلا شك هذا المعرض معرض يقام كل سنتين لمعرض الخط العربي في دبي، ومعرض يضم أعداد كبيرة من الخطاطين من حول العالم، كل يعرض بأسلوبه وبطريقته وبإمكانياته. هناك خطاطون من الإمارات وخطاطون من الدول العربية وخطاطون من الدول غير العربية ومنها الصين، ونفتخر بأن يكون هذا المعرض يقام كل سنتين وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون. فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية العربية الصينية، فهي علاقات قديمة عمرها أكثر من 2000 سنة، امتدت بما قبل الإسلام، ولعل طريق الحرير الذي عرف بين الصين وهذه المنطقة من العالم يشهد بذلك. تلك العلاقات الاقتصادية ولدت علاقات ثقافية، نستفيد من ثقافتهم ويستفيدون من ثقافتنا، وننتظر الجمهور الكريم إن شاء الله يوم الخميس ليحضر إلى إكسبو دبي في الجناح الصيني ليرى هذا الترابط ما بين الفن والثقافة الصينية والفن والثقافة الإماراتية.